قلت اياس بالتمثيل واياس تهزيتي ده، ولكن جات الفرصه انك تكون موجوده في فيلم عداس مع احمد لندلسي و فرشت تفرجت بيان سور تفرجت وجيت وشفت وحضرت وتفرجت على الفيلم. ترى انه الفيلم اليوم رجع ثقه مروة الممثله؟ اي خليك اليوم تقول لي انا ممثله. اي رجع ثقتي اما كهاويزي. شنو معناها يزي؟ يزي معاش معاش تمثل؟ لا لا معاش تمثل. لي كريتيك قلقوك؟ لا دو تو، ما نعطيش وزني جمله لي كريتيك. ما هو واحد باش يقرر باش يقرر باش يقرر انه ما عادش يمثل وياخذ القرار هذا. فمش نقول لك علاش، على خاطر في تونس نحس اللي التمثيل بالنسبه ليا انا نعطيه معناتها ياكل برشا انرجي من ياكل برشا انرجي من مروه. انرجي دون لو سونس اللي تخدم خدمه ابخي تو ماكش انت مسؤول عليها من الاول للاخر. شو معناها؟ معناتها انا نجم نعطي احسن ما عندي، والحاجات اللي دايرين بيا مش ممثلين، نحكي لك حاجات اخرين مثلا كيفاش انت باش تبيع الفيلم، والا كيفاش باش تعمل مونتاج نتاع الفيلم، ولا كيفاش وين باش تعرض الفيلم، ولا شنو التصويره اللي باش تبيعها على الفيلم. انا ما عندي فيها حتى دخل. دونك نقعد انا نغزل على حاجات، خاطر انا ياسر معناتها انا عبد جوزي سوغ لو ديتاي، معناتها كي نعمل حاجه يلزمها دو ا جوسكا زيد، مش يلزمها، نحاول لو ماكسيموم باش تكون مخدومه بالكدا. دونك كي انا نعطي ما عندي ونخدم بالكدا، نبدا عامله في مخي تصويره على البرودوي كيف باش يخرج. ما عجبكش الفيلم في الاخر؟ مش ما عجبنيش الفيلم، اما نحس اللي التمثيل ياكلي برشا من الانرجي. مونت كي تحكي هكا مروة، الناس باش تفهم اللي انت ما كنتش راضي على فيلم اديس، واللي انت عطيت احسن ما فيك وخدمت وعطيت من وقتك، ولكن الريزولتا فينال ما كانتش مرضيه ليك، ما ارضتكش، ما عجبتكش. اي ما كانتش كيما توقعتها هكا. مش الريزولتا، العباد عجبهم برشا الفيلم، وعجبهم برشا ادائي، وعجبهم برشا اداء احمد لندلسي، وعجبهم برشا البرودوي معناتها التمثيل، وال لاباريسيون بتاعي كانت ناجحه، اما انا الاكسبيريونس في حد ذاتها ما كانتش ماكش ساتيسفايت. لا يخليك هذا تقول لي هكا هو ما عادش نمثل، تعتزل التمثيل؟ نعتزل على بديت انا مش نعتزل. اعتزلت التمثيل مروة العقرب، هذي بحطوها لي. اعتزل التمثيل، ما من يمكن نقعد نعمل حاجات، نعمل حاجات في المسرح، ولا نعمل حاجه، نعمل حاجه هوايه، ولا ماهوش باش تجيب منه الفلوس. مش 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 على الفلوس هكا، هو واحد لما حاله يخدم على الفلوس، اما ليه ما وكان يجيك هكا اقتراح من عند مخرج كبير وممثلين كبار وقناه كبيره ويعاودوا يعيطولك؟ ترجع ندرس الموضوع، تعاود ندرس. انا الحاجه اللي ما عملتهاش في اديس، اللي انا ما خديتش وقتي، فرحت برشا، هزني بوتيتر، قلت هذه هي لا ريفانش، معناتها فهمت، معناتها حاجه من داخل حبيت نعملها على خاطر ما خديتش فرصتي، وحبيت نعملها ونثبت روحي وللعباد اللي انا عندي. ما نقول في روحي مانيش ممثله صف اول، اما ممثله معناتها كاين خدمه، مع شويه خدمه وخدمه وخدمه. انا كي نقول كي نقعد بيني وبين روحي ونخمم ونقول انا كان جيت من اول تجربه ليا في تمثيل، قعدت كل عام نخدم حاجه، راهو النيفو نتاعي راهو ماهوش هذا، راهو يكون احسن برشا، اما زيدا نقعد نعمل انا في لي فورماسيون باش نعيش. اما كاينه مروة انت زيدا عندك التسرع، تختار ساعات انك ترجع مثلا كيما في سبعه سبايا في قناه التاسعه، ميسالي صاحبتك ونحبك وميسالش نوصل لك اراء الناس، معناها قول له مروة ما تعرفش تختار ادوارها، انت قلت ندمت على سبعه سبايا اليوم. ليه ليه ما تقوليش انا دوري في اديس مانيش ندم عليه. انا مازلت باش نكمل، ما قلتلكش نادمه في اديس، كيف كيف ماكش راضيه وما كنتش ساتيسفيت، مش كيما تخيلت، ولكن ما كانتش النتيجه كما انت تحب بالضبط. يمكن انت، خليني نقول بين قوسين، تلمو تحب ترجع للتمثيل، تختار هكاك من غير ما تدرس ومن غير ما تقول انا شنو اللي. ليه ما تقارنيش انت خطواتك محسوبه؟ شوف سبع سبايا جاتني البروبوزيسيون جوست بعد ولاد مفيد، ما
ما فهمي ما يش كل نحب نثبت روحي نمثل ولا ليه ما كنتش نعرف أنا وقتها مزيد جديد على كل شيء جيني بود بخود باسمها وبقيمتها وبسمعتها وبكل شيء مش نقول لي أما تفاجأت باللي كونديشن تاع التصوير بالتنظيم كيفاش كان ماهوش كيما يلزم أديس ما عندي ما نقول فيه الفيلم راهو مانيش نكريتيكي في الفيلم أنا نكريتيكي على مروة بعد الاكسبيريونس هذيك شنو زادتني الاكسبيريونس فهمت ما عندها حتى علاقه لا بالغول لا بالفيلم لا بالمونتاج لا بالاخراج لا بحتى شيء الفيلم في حد ذاته العبيد اللي تفرجوا فيه وانا كي تفرجت فيه كنت مقتنعه به وعجبني ومحليه انا نحكي لك على الدومين نحكي لك على التمثيل صحيت مانيش نحكي على اني نتسرع ولا ما نتسرعش نحكي على التمثيل كنت تخيل انا بديت معناتها في الكوميونيكاسيون خير من اللي في التمثيل هذا هو البوان فور نتاعي علاش علاش وانا شنو قلت لك الواحد يقعد يعيش باش يعرف روحه باش يتعلم وباش يعرف روحه فيش هو فيش يكون مرتاح وفي شنو الحاجه اللي تعطيه اضافه فهمت وتكون نفسيته مرتاحه وكنت تخيل مروه انه بعد يمكن فيلم اديس رجوع مروه للتمثيل انه تتحلك الابواب يبالك شي في رمضان يعيطوا لك والله لا والله كي خدمت اديس ما كنتش نستنى باش يعيطوا لي في رمضان بالكل معناتها جوست حبيت انا خاطر تيلمون قلت لك وحكينا فيه المره الاخرى تيلمون كليت كلاش بعد ولد مفيده وخاطرني ما مثلتش ولعبت تحكي عليك في البلاتو انت من با حاضره على خاطرك ما مثلتش حبيت نشوف انا حبيت خاطر انا من العبيد راهو جلاش با بريز انا ما نسلم في الحاجه الا ما نتاكد بيني وبين روحي اللي انا مش متاعي هذيك ما نخلي حتى انساني يقرر في بلاستي هي حاجه تخصني انا دونك تاكدت انه التمثيل مش متاعك مش تاكدت انه التمثيل مش متاعي ليه ما فهمتنيش انا مانيش على هذيك انا مانيش نحكي في نفس انا تمثيل ما وراء التمثيل هو اللي مش متاعي ما التمثيل فيها معناتها انا بتيت عاطيه في مخي حاطه اللي فكره التمثيل في تونس ما تشبهش الفكره اللي عندي انا في مخي فهمت التمثيل وما تابعه معناتها فهمت